جديده في عضم مثل روح من قبل الماتش يعني. في مثلا اختبار له او هيعمل شامل اشعه طمن عليه، لكن اداؤه كان كويس. انا مش شايف انه في حاجه. مين تاني مثلا عمرو كان جده عنده شد في العضله الخلفيه في تمرين امبارح والحمد لله ادى بشكل كويس. واحمد خيري بكره موجود في الماتش، بكره كابتن احمد خيري عنده اسبوع يا ابراهيم ان شاء الله. كابتن بكره موجود في التمرين، بكره كابتن بكره موجود في التمرين. مين جده موجود في التمرين؟ بس دول هيعملوا استشفاء بس، يعني هيبقى صعب ان انت تدخله التمرين. كل اللي لعبوا هيعملوا استشفاء بس. الاصابات يعني مثلا جده يحتاج مثلا فتره. لا موجود في الماتش اللي جاي، ورامي برضو ان شاء الله موجود في المباراه العاديه. الاصابه اللي سبعه عبد الله سعيد كانت عنده جرح قطعي في الحاجب العلوي، الله يبارك فيه، قطع في الحاجب العلوي، وعملنا له غرز دلوقتي وكله تمام. كم غرزه؟ لا يعني قول بطول يعني احنا اخذنا غرزتين بس يعني، لكن تمرين بكره الساعه 3:30. 3:30 عماد بيتعب. طيب في اصابات ثانيه يا دكتور؟ عماد بكره هيشارك في التمرين يا ابراهيم. في اصابات ثانيه يا دكتور ولا لا؟ جماعي بس امنناه في الماتش ده، لان كان عنده كيس دموي في العضله الخلفيه يعني تعاملنا معاه، فكان وقت ضيق ان انا اشركه في الماتش. غياب سمره حته فني ولا طبي؟ لا فني. طب عبد الله هيبقى موجود.